السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أخذت جينا فيليبس المقيمة في أوستن تكساس الولايات المتحدة الأمريكية حبها للكلاب إلى مستوى جديد تماماً بعد أن أصبحت تعيش حياة كلبة على أربعة أرجل. تدعي جينا أنها منذ كانت طفلة صغيرة وهي تشعر دائماً وكأنها كلبة، بل وتتظاهر بأنها كذلك. فبعد أن أصبحت فتاة ناضجة وبعد لقائها بالصدفة في أحد المؤتمرات مع اثنين من الرجال الذين سبقوها بالتحول إلى عيش حياة الكلاب، تشجعت وقررت أن تغير مسيرتها المهنية من دراسة الطب إلى العمل ككلبة. وقررت جينا إنشاء حساب أونلي فانز ومشاركة حلمها بأن تكون كلبة مع العالم بأسره. وتقول جينا: أشعر وكأنني كلبة، أريد فقط أن أتدحرج وأجلب الكرة بفمي وأتعرض للخدوش وأركض وألعب وكل ذلك. لقد كنت أتصرف دائما مثل الكلبة، أحب أن يتم التربيت علي وأحب أن يقال لي أحسنت أو ما شابه مما يقال للكلاب. وعندما أرجع في التفكير إلى الماضي أرى أن هذه طالما كانت حقيقتي، لكنني لم أكتشفها سابقا أو أنني لم أجرؤ على الاعتراف بها. عندما يتعلق الأمر بتقليد الحيوانات الأليفة، فإن غالبية الفتيات يقلدن القطط الصغيرة أو الثعالب أو الأرانب، أما الكلاب فغالباً ما يكون مقلدوها من الرجال. فكرت في الأمر لفترة طويلة قبل أن أبدأ في التصرف كحيوان أليف، وشعرت أن الكلب هو ما أريده. لقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن ينطلق حسابها وتتخلى جينا عن وظيفتها العادية للتركيز على كونها كلبة ذات أربعة أرجل تقوم بأشياء غريبة بدوام كامل. يدفع المشتركون 20 دولارا كاشتراك شهري لمشاهدة جينا والتي تعرف باسم ذا بابي جيرل، وهي تعمل ككلبة على الموقع الإلكتروني. وتشعر جينا أنها لا تستطيع طلب المزيد. تمتلك جينا حساب تيك توك أيضا حيث تنشر المزيد من مقاطع الفيديو هناك. ولك أيها المشاهد، ما هي أغرب الوظائف التي سمعتم بها؟